ننتقل بقى لانطلاق منافسات البطوله الافريقيه ال 16. انا بتكلم تحديدا عن الرمايه بالمسدس والبندقيه، ودي مفروض هتكون بطوله كبيره جدا، هتقام بمدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه بالعاصمه الاداريه الجديده حتى 10 اكتوبر طبعا هذا الشهر الجاري. مشاركه هنا وده الجميل اكثر من 250 رامي وراميه من 15 دوله افريقيه، واللي طبعا مؤهله لاولمبياد باريس 2024. خلينا نروح نتابع. طبعا انا برحب بالزميل معالي وزير الشباب والرياضه بدوله الصومال الشقيقه وحرصه ودعوته على ان هو يجي ويزور مصر، ودي الزياره الاولى ليه. الحقيقه اكيد يعني زيارته جت مصاحبه لوجود استضافه مصر لهذه الدوره، البطوله الافريقيه للرمايه المؤهله للاولمبياد، برعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في المدينه الاولمبيه. الحقيقه هو بيعبر عن يعني المدينه الاولمبيه والقريه الاولمبيه وبوصفه يعني وحجمها الكبير، ويعني اندهاشه لهذا الحجم وهذا المنشا بهذا الشكل. يعني المسابقات فعلا خلصنا يعني جزء التدريب اللي هو من غير بكره يبتدي ان شاء الله المسابقات والنهائيات. فعندنا بكره 4 مسابقات، 2 مسدس و2 بندقيه و4 نهائيات برضو، لان عندنا مسدس رجال، مسدس سيدات، بندقيه رجال، بندقيه سيدات. فعندنا المفروض بكره نصيب 2 كوتا مسدس و2 كوتا بندقيه، فربنا يسهل. احنا طبعا البطوله دي الرقم 16 تنظم للقاره الافريقيه، مصر تستضيف هذه البطوله. يمكن احنا استضفنا كمصر حوالي 11 بطوله، وده بيدل ان مصر لها قياده في القاره السمراء. احنا لينا رساله موجهه ورساله واضحه لقاره افريقيا، ان مصر هي المكان والحضن والاب الكبير لقاره افريقيا، تستطيع استضافه جميع الوفود وتستطيع ايضا تنظيم الاحداث العالميه. احنا مدينه مصر العاب الاولمبيه نظمنا فيها 11 بطوله عالميه بين بطوله عالم وكاس عالم للاتحاد الدولي للرمايه. النهارده بننظم البطوله الافريقيه، هي عباره عن اظهار لما تم الوصول اليه منتهيا بالبطولات العالم الاخيره. فده احنا بنقول ان مصر دوله جميله، مصر تستطيع الاستضافه. احنا عاملين معسكرات للفريق القومي، المعسكرات ديت المفروض ان شاء الله توفقهم في الحصول على المقاعد في هذه المنافسات. المنافسات ما هياش بسيطه وسهله، لا بالعكس دي صعبه، لانه الدول الافريقيه بالكامل تتنافس على 16 مقعد، و16 مقعد ده كل دوله من الدول اللي موجوده حاليا بتحاول الحصول على اكبر عدد من المقاعد. ان شاء الله ربنا يوفقنا ووفق باقي الدول برضه في التنافس الشريف في هذه البطوله.